النهارده بقى معانا لليوم الثالث جهاز حمايه المستهلك بينفذ مبادره اسمها اسبوع في حب الوطن. طبعا بنتكلم انه الكلام ده كان يوم السبت اللي فات، بدأوا معسكر دائم. موجود فين المعسكر ده؟ في القرية الذكية في مقر الجهاز، جهاز حماية المستهلك، وده لحل شكاوى المواطنين المتعلقة بقى بالجهات وبالكيانات المعينة المعنية بتفاصيلهم وبالشكاوى اللي عندهم. كمان ده طبعا عندنا قصة تانية، ان في 2000 واحد تقريبا تم حل شكواهم في اول يوم. طيب عشان ناخد معلومات اكتر عن الموضوع ده معانا عبر الهاتف سيادة اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك. صباح الفل يا سيادة اللواء. صباح النور يا فندم. خليني اخد من حضرتك معلومات اكتر عن موضوع اسبوع في حب الوطن، وبدات يوم السبت، والمعلومات ان اول يوم كان فيه 2000 شكوى متعلقه بمواطنين تم حلها. الناس بتوصل لكم ازاي؟ التواصل مع الناس ازاي؟ طبيعه الشكاوى اللي موجوده ايه؟ هي يعني بدايه المبادره اطلقها فريق العمل بالجهاز تاكيدا على ان العمل بهذه المنظومه والاهتمام بمشكلات المواطنين هي رساله وطنيه، واكدوا على ان دي مش وظيفه تقليديه بنأديها بنيجي في مواعيد محدده ونمشي في مواعيد محدده. احنا قالوا ان احنا مرتبطين بمصالح المستهلكين والعمل على حل شكواهم والتفاعل معها. تمام. اطلقنا هذه المبادره اعتبارا من يوم السبت 11/8، بنستهدف حل كافه الشكاوي المتراكمه من الفتره الماضيه، إضافة إلى تلقي الشكاوي الجديدة من خلال كافة المنابر الإعلامية، من خلال قنوات الاتصال الخاصة بالجهاز، الموقع الجهاز، الرقم المختصر، خدمة الواتساب الجديدة اللي هي المواطن الرقيب. كل آليات التواصل مع الجهاز بنتلقاها، إضافة إلى حل الشكاوي القديمة. الميزة في هذه المبادرة إن إحنا حاولنا ندبر لها آليات النجاح. فبدأنا ننسق مع كل الأطراف الأخرى اللي مع المستهلك، الشركات أو الكيانات المعنية بالمشكلة اللي المستهلك طرف فيها. موجودين معانا داخل المعسكر. ما كانش بيحصل المعسكر. أصلاً؟ ها؟ ما كانش بيحصل أصلاً ده؟ لا مش احنا بنجيبهم، جبناهم عشان احنا حاصلين الشكاوي كانت كاملة قدامنا. لا انا اقصد بشكل عام، مش كان طبيعة عمل الجهاز ان هو بيتواصل مع الجهات وبيحل المشاكل؟ طبيعي يا فندم، بتجيلي الشكوى ببعت له بيرد النمط الروتيني، احنا بنخرج من النمط الروتيني. تمام. يعني الجديد ان انتوا بتجيبوا بقى الشركات عندكم تتكلموا معاها؟ بنجيب الشركات واحنا حاصلين الشكاوي وبنحل واقعي عشان نحل المتراكم اللي موجود، ويبقى ده فلسفه عمل جديده احنا بننتهجها. يعني اسبوع في حب الوطن هيبقى مستمر نفس الاليات اللي موجوده، هي النهج الجديد بتاعه. هنطور الفكر، وممكن المبادرات دي تعمل مبادرات اكثر اخرى تستهدف مصلحه المواطن، وكل ما بنحل شكاوى اكثر العاملين بيبقوا مبسوطين ان مبادرتهم ناجحه. حتى الشركات نفسها، يعني الشركات نفسها بدات تتجاوب وتخرج عن اطار حل المشاكل، ويقولوا يا فندم احنا عشان تقديرا للمبادره دي احنا هنعمل خصومات وعروض للمواطنين بمناسبه هذا الاسبوع. يعني بداوا يتجاوبوا، مش حل المشاكل فقط، احنا موجودين. اليوم الاول تجاوز ال 2000، اليوم الثاني تجاوز نسبه الحل تجاوزت 32% في اليومين. تمام. من اجمالي الشكاوي، اضافه الى الشكاوي الجديده اللي بيتلقاها الجهاز وبيرد عليها فورا في ظل وجود ممثلي الشركات والكيانات المعنيه. 32% من اجمالي رقم كام يا فندم؟ 13000 فندم. 13000 شكوى، يعني نتكلم تقريبا ان وصلتوا ل 4000 او 5000 شكوى في الحل. 4000 وكسور يعني. طيب الناس تتواصل معاكم ازاي يا فندم؟ يعني الناس اللي بتسمع حضرتك دلوقتي، ايه الاليات الجديده اللي ممكن يتم التواصل من على صفحه الجهاز يا فندم؟ صفحه الجهاز معلومه للجميع. تمام. على خدمه الواتساب رقم 0128 166 1880 166 1880. تمام. والرقم المختصر 19588. من خلال برنامج حضرتك لو جالك اي شكوى حضرتك من خلال فريق الاعداد يوجهها لفريق العمل موجود على مدار الساعه، على مدار هذا الاسبوع وبصفه دايما بعد كده، لكن اقصد ان هذا الاسبوع المكثف في تفاعل اكتر بيستهدف يعني. بيستهدف القضاء على قوائم الانتظار الخاصه بشكاوي المواطن، وده تقدير للمواطن المصري وقيمته، وده توجه الدوله وتوجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبرنامج الحكومه الشامل اللي كان في احد اهم محاوره اتخاذ اليات غير تقليديه
لحل شكاوي المواطنين وتخفيض زمن الاستجابه لحل شكاوي المواطنين. احنا بنعمل في هذه المنظومه لصالح المواطن، حريصين على ان احنا نقدم خدمه متميزه باعتبار ان الجهاز ده انشئ لصالح المواطن. يعني جهاز حمايه المستهلك هو موجود وانشاته الدوله ليحمي ويطول حقوق المواطن، فهو موجود علشان. تمام، انا بشكرك يا فندم، نورتنا. سياده اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حمايه المستهلك. طب خدوا حضراتكم الرقم ده 012-8166-288، ده رقم ممكن حضراتكم تتواصلوا عليه على واتساب، تبعتوا الشكوى اللي عندكم وهيتم التواصل معاكم. الرقم الثاني 19588، ده الخط الساخن الخاص بجهاز حمايه المستهلك. الحل الثالث بالتاكيد صفحه الفيسبوك الخاصه بجهاز حمايه المستهلك، حضراتكم هتلاقوها التفاصيل اهي موجوده قدام حضراتكم على الشاشه، تبعتوا على الصفحه الخاصه بيهم الشكاوى اللي عندكم تواصل تليفونيا او على واتساب. وبالتاكيد الاسبوع ده في نشاط وتفاعل افضل من اللي كان قبل كده، وعندنا تقريبا 32% من اجمالي 13000 شكوى تم حلهم وبصدد حل باقي الشكاوى اللي موجوده في جهاز حمايه المستهلك. اهم حاجه في حمايه حضرتك الوصول لفاتوره، احنا بنمشي بنعمل غلطه كبيره جدا بنضيع فيها حقنا وحق الدوله. لازم اي حاجه تشتريها صغيره او كبيره تاخد فاتوره. فاتوره بتكفلك حقك في ان انت ترجع، بتكفلك حقك في ان انت تستبدل، بتكفلك حقك في ان انت اي خطا حصل او اي تضييع لحقك بيحصل ما يحصلش ويتم محاسبه المكان اللي انت خدت منه الحاجه دي. ما تستهونوش بالفاتوره، الفاتوره دي بيدفع عليها ضرائب للدوله، بترجع تاني في صوره خدمات صحه وطرق وغيره لحضرتك ولاولادك. هو بيبيع لك من غير فاتوره لانه ما بيدفعش ضرائب على الحاجه اللي باعها، بيكسب اكتر وبيدفعك برضه ضرائب لانه في النهايه بيحسب لك انت الضرائب، بيحسب لك الميه والنور وكل التفاصيل اللي عنده. فوانت بتاخد حاجه خد حقك في ورقه تقدر بعد كده ترجع عليه تاني، دي اهم حاجه. واشتروا برضو من مصادر موثوقه، بلاش الحاجات اللي بتبقى مش مضمونه ومش معروف مصدرها ونجيب حاجه احنا مش عارفين هي هتنفع ولا لا ونجرب فيها وتطلع في الاخر بايظه ونقعد نلف حوالين نفسنا، فخلينا في المضمون. دي كانت اهم حاجات معانا النهارده لحضراتكم. خلينا